كده بقدر اقولها للمصريين كلهم ان يا جماعه يعني احنا لازم ما نخافش وده مستقبلنا. اي خطوه بناخدها دلوقتي بنعمل لينا وبنعمل للي بعدينا. عشنا فتره طويله جدا ما كناش عارفين نعمل اي حاجه، لا لاقيين ناكل ولا نشرب، والناس الكبار هم اللي متحكمين في كل حاجه. النهارده ليك الفرصه ان انت تختار كل اللي انت عايزه، انت اللي بتحدد مستقبلك. لو ما نزلتش ما تلومش الا نفسك. الايام اللي جايه ان شاء الله تكون ايام كويسه، والحمد لله رب العالمين. يعني انا شايف في تعاون من كل الجهات وكل السلطات ان احنا نعمل ايه، نعمل اللي علينا واحنا مرتاحين. مش المفروض ان احنا نتكسر. يعني انا زي المفروض اقعد في البيت، هنزل ولا اروح علاجي بصراحه. انت صوتت ازاي رغم ان انت ضرير؟ بالظبط. صوتت ازاي؟ ايه الاجراءات؟ ايه اللي حصل؟ انا في وصلت لحد اللجنه، وبس مجرد ان انا قلت ان انا عندي مشكله بصريه، يعني ما فيش اي حد قابلته الا ما يعني سيادته كان موجود معايا مثلا، دخل بيا لحد اللجنه، كل الموظفين اللي موجودين والمستشاره اللي كانت موجوده كلهم اظهروا كل التعاون الممكن، وانتخبت وصوتت الحمد لله، وهوصل نفس الطريق ان شاء الله بدون مشكله. يعني يا جماعه اللي زينا او اي حد عنده مشكله او اللي ما عندوش مشكله، يعني احنا اللي زينا بننزل. معلش في ناس كتير جدا ما عندهاش اي مشاكل وقاعده في البيت، قاعدين في البيت مستنيين ايه يا جماعه؟ اذا الواحد جات له الفرصه لحد عنده ان ينزل ويقول رايه، هيدخل على نفسه، مش هيدخل على نفسه بس، هيدخل على نفسه وعلى كل الناس اللي حواليه وعلى عياله من بعده. نشد حيلنا وربنا باذن الله يعدي الايام اللي جايه باذن الله تكون افضل.